مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. مدينة الحروف. للكاتب خير الدين عبيد. نشر وتوزيع اتحاد الكتاب العرب. الراوي حسين نخلي. شارك في الأداء نرمين عبد الله ومصدق عدان. سمع الطائر الملون ذو المنقار المعقوف عن مدينة ملأى بالحروف تقع خلف البحيرة، فرفرف بجناحيه وطار قاصدا تلك المدينة. البحيرة على الرغم من صغرها بدت له كبحر كبير، لكنه ظل يطير ويجد في الطيران إلى أن لمح على الشاطئ المقابل بوابة حجرية كبيرة نقشت عليها حروف كثيرة، وأمامها وقف ألفان باستعداد واضعين على رأسيهما همزتين كبيرتين. حط الطائر تحت البوابة، حيا برأسه الحرفين ودخل ماشيا. كانت الأحواض على طرفي الطريق مزروعة بالنباتات، إلا أن أشكالها لم تكن عادية، فقد التفت على بعضها بليونة مشكلة حروفا جميلة كالواو والصاد والهاء. وفجأة وجد نفسه أمام ساحة كبيرة مفروشة بالزهور مملوءة بالألعاب. وقف الطائر دهشا يتأمل الحروف التي تلعب بمرح، فحرفا الجيم والخاء جالسان على حصان التوازن، حرف النون قاعد على الأرجوحة يدفعه حرف الواو برأسه الكبيرة، حروف الباء والتاء والثاء أمسكن بأذيال بعضهن البعض وركدن مشكلات قطارا، حرف الياء نزل إلى بركة الماء وراح يسبح كبطة تتبعه ياءات صغيرة كأنها الفراخ. أما بقية الحروف فقد اختارت نقطة كبيرة وراحت تركلها كأنها تلعب بالكرة. سر الطائر الملون من هذا المشهد وأحب أن يشاركهم اللعب، لكن كيف وهو لا يعرف اسم أي حرف منهم؟ بغتة سمع صوتا ينادي: هيه طائر، لماذا تقف وحيدا؟ تعال والعب معنا. التفت الطائر الملون، شاهد حرف لاء ينشف جسمه المبتل بمنشفة صغيرة وقال: شكرا لك، لكني غريب ولا أعرف أحدا. لا، هذه ليست مشكلة، اسمي ياء، صديقك ياء. اسمك ياء؟ ياء؟ يا أهلا وسهلا، تشرفنا. زادك الله شرفا، تفضل كي أعرفك إلى أصدقائي. سار الطائر خلف حرف الياء متوجها إلى وسط الساحة حيث اجتمعت الحروف حولهما. سأذكر لك أسماء أصدقائي 29 حسب التسلسل. هذه صديقتنا الهمزة. همزة؟ همزة يا مرحبا. وهذا صديقنا حرف الألف. ألف؟ ألف ألف، ما شاء الله، طولك يذكرني بشجرة السارو. ابتسم حرف الألف وقال: فعلا أنا طويل، حتى إن البعض يصفني بالمتكبر، لكنني لا أزعل منهم لأنهم يمزحون معي. بصراحة أنا متواضع وخجول على الرغم من نقفتي الشامخة هذه، إذ لا يمكن أن أنحني كي لا أصبح لاما. ربت حرف الياء على ظهر حرف الألف بلطف وقال: حقا حقا، والآن لنتابع التعارف. هذا حرف الباء، يليه حرف التاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللام الميم النون والهاء والواو، وأخيرا حضرتنا حرف الياء. وبالطبع هناك حروف كثيرة مكررة تلعب معنا. صافح الطائر الملون الحروف وراح يلعب معهم، يناديهم بأسمائهم، يطير بهم ثم يرجعهم وقد علت ضحكاتهم. كان الوقت يمر سريعا والشمس تختفي ببطء خلف التلة البعيدة. استأذن الطائر أصدقاءه بالذهاب بعد أن شكرهم على لطفهم وفصاحتهم، وقبل أن يرفرف طائرا
صاح حرف الباء. تمهل أيها الطائر، تمهل أيها الطائر الرائع، لا يمكن أن تغادرنا قبل أن نطلق عليك اسما نتذكرك به كلما لعبنا. رحبت الحروف بالفكرة وتقافزت تريد أن يحتوي الاسم عليها، لكنها في النهاية خضعت لإلحاح حروف الغين والألف والهمزة. أما حرف الباء فقد اشترك مرتين لأنه صاحب الفكرة، وسرعان ما وقفت الحروف الخمسة بجانب بعضها مركبة كلمة ببغاء. سر الطائر الملون ذو المنقار المعقوف من اسمه الجديد، فصفق بجناحيه قائلا: ببغاء؟ ببغاء اسم جميل، نعم إنه اسم رائع، ببغاء، اسمي ببغاء، ببغاء، ببغاء. ثم ودع أصدقائه وطار، بينما اصطفت بقية الحروف مؤلفة عبارة: إلى اللقاء أيها الببغاء الجميل.